تفضل بابا. الله يعطيك العافية. بابا أنا هلا رايح على الشغل، ماشي؟ روح الله يخلي لي إياك، يحميني إياك، يا ابني قلبي أنت، الله يرضى عليك، قلبي وربي يرضى عليك يا ابني. السلام عليكم بابا. عليكم السلام يا ابني. عليكم السلام. سود أنا. أسعد خلي واحد يبقى يرتاح شوي. شوفي مثل البوم مثل البوم. شو طب شيله يا ابني شيله بصراحه. قوم لحالك شيله قوم. لك ابني انت بتعرف اني انا عاجز يا ابني، ما بقدر احرك رجلي، شلون بدي اقوم انا؟ فهمني يا ابني كيف؟ ايه ما احمد يجي ما بدهم انا ادف وراك انا، فاضي يا الوالد فاضي. ابني الله يرضى عليك قوم. قوم انتفض ايدين ورجع اقعد حبات يا ابني. الله يخلي لي اياك. انا سمع غنيتي هاي ما بسمعك. يا سعد يا سعد بسم الله ونعم الوكيل. الله يهديك يا ابني الله يهديك الله يهديك ويرجعك لحالك. السلام عليكم بابا. عليكم السلام. بابا اليوم صرفنا بكير. الله يعطيك العافية يا ابني الله يعطيك العافية. بابا أكلت؟ ايه ايه ابني أكلت أكيد. شيلها من هون شيلها بس كب الأرض شوي. أنا بنطفي. الله يرضى عليك يا ابني. الله يعطيك على قد بيتك يا ابني الله يعطيك لا يرضيك. الله يعطيك العافية يا ابني. الله يعافيك بابا. انت ابدا مو مثل اخوك ابدا. ليش شو باخي بابا؟ ها؟ لا لا ما مش موشي بس هيك ما بعرف شو حكيت انا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. امسحهم كمان بالارض مني. كنت فرجيتك شي ما يعجبك بس يروح بفرجيك يا عاجز. لا لا يا ابني لا بس انزلق كلمة مني مو بالقصد يعني لا تأخذني. ماشي انا بفرجيك. انت ما هتشتغل كمان؟ الله على السلامة يا رب. الله معلولة لعني اختيار الله. هذا الفلو عارف زعتر خلي ياكل زعتر الزيت ضروري ياكل مثلي مش هو سكر كل زعتر الزيت. ما في غير زعتر الزيت؟ ما بحبه كثير لهالاكله. كل ما في غير زعتر الزيت. مين اللي جيب لك اكل؟ يعني كثر ما احمد عم يشتغل طعمينا يعني كل ما بيعجبه كمان.
اليوم، تعب الشغل اليوم. مرحبا اسعد. اهلا يا احمد، تفضل بروك بطول. لا رايح اشوف بابا، حطيت له اكل. لا ايه حطيت له اكل؟ بروك هون، بروك هون، بعدين شوفه بروك. لا 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 رايح اشوفه. طيب طيب يلا بشوفني، بابا اكل عسل. ما طعمي زي ساعته. مرحبا بابا. اهلين يا اهلين. فختين وهنا يا بابا. على قلبك يا ابني، على قلبك. شبعت انا. خذ يا ابني. رجع لي. تمام بابا، تمام. زعتر وزيت؟ عم تاكل عسل يا اسعد، عم طعمي ابوك. زعتر وزيت؟ انا بعرف كيف اتصرف معك. اسعد، هيك بتعملي يا واطي؟ شو عملت؟ ما بتعرف حالك شو عامل؟ ها؟ خير ليش؟ شو عملت انا؟ عم طعمي ابوك، زيت وزعتر، انت تاكل عسل؟ ما بتستحي على حالك؟ هو طلب، هو طلب. هو طلب ما؟ أبوك ما بيحب الزيت والزعتر. عم تكذب علي؟ عم تكذب علي؟ لا ما بكذب، ما بكذب، احكي الصراحة. احكي الصراحة لك. أنت واحد واطي، واطي، هلا يلا. هلا من البيت، يلا، هلا. ما ضل لك قاعدة بيناتنا، يلا، هلا. شب، ما راح أشوفه أبداً. إذا بتفرجيني ملامح وشك، بدي أطلع بروحه. ما كان قصدي. لا خير كفاية عليك. عاق بدي انا افتكر شيء والله احمر تحت رجلينا انا مقلعني.